المعركة نحن بنعتبرها معركتنا قبل معركة كل الناس، معركة أهل القاع وولاد القاع، أرضنا المحتلة ونحن اللي تعرضنا لثمان عمليات انتحارية السنة الماضية، يعني ما حلنا ننسى بعد. ضيعتنا ناطرة هاللحظة بلحظة بهالمعركة بكل شوق وبكل يعني فخر، ومستعدين نقدم من الاستشهاد لكل شيء اشياء ماديه ولوجستيه للجيش اللبناني ونقاتل مع الجيش اللبناني وحد الجيش اللبناني.